كارثة حلت على هذه العائلة أثناء تنقلهما ما بين محافظة دهوك وقضاء الشيخان شمالي محافظة نينوى. أدى هذا الحادث المروع إلى وفاة 8 أشخاص من نفس العائلة وإصابة 3 آخرين هم في حالة حرجة. حقيقة هذه صدمة وتعتبر كارثة أو ما تسميها مجزرة حدثت بحق أبناء شعبنا الأرمني، راح ضحيتها 8 أفراد من النساء، ولا زال 3 هناك جرحى في حالة خطرة في المستشفى من نفس العائلة. هذه الحادثة حدثت عن طريق القوش أثناء عودتهم إلى الأهل في مدينة السنبيل، طريق بعدري القوش إلى أن يصل مفرق بعدري لا يتعدى 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر، طريق دولي من سايت واحد. هل رأيتم طريق دولي من سايت واحد؟ يومية حوادث على هذا الطريق. نطالب حكومة الأقليم وحكومة المركز أن يتم علاج هذا الطريق أو إيقافه، لأن لا يجوز أن يكون هناك طريق دولي للتجارة العالمية من تركيا ومن في نفس الطريق والسيارات المدنية والشعب يبقى ضحية. يعتبر هذا الطريق الرابط بين منطقة بدرية وقضاء الشيخان من أكثر الطرق خطورة، حيث أنه يحصد شهرياً 10 ضحايا، وهذا الحال مستمر منذ سنوات ولا حلول لغاية الآن. المخاطر يا أخي، الشوارع مزيرة تعبانة وخطرية، بين كل أسبوع 3 سيارات أو مدعومة أو مقلوبة أزيد ماك، وشارع مزيرة تعبانة إذا ما بيا خط أبيض زعم هسه أمن التكاسي على باب الله، بالليل ما نطلع من هذا الطريق، تخوف. الحل لازم حكومة يسوي، الحكومة ما تسوي، سمكه بالمي. من يسوي حكومة؟ من يقول يسوي حكومة؟ لا والله ما يسوي حكومة. يا أخوي والله الشارع مكسر والشارع دمرني وزحامات، والله معاتنا الزحامات وسايد واحد وهذا شارع دولي. إي والله أكثر العمارة تصير به، يوم يصير 3 4 حوادث، تروح عوائل تروح برياب، يعني ما يصير. والله العظيم يفرد يوم ما يعبر له ما يصير حادثين 3 بهاي الطريق من الشيخان إلى بدرية. فرد يوم ما عبرت ما لو ما صار حادثين 2 3 4 بهاي الطريق، ويسمون هاي الطريق طريق موت. لم تكن هذه الفاجعة الأولى على هذا الطريق، ففي العام الماضي تعرضت أيضا عائلة أيزيدية لحادثة مشابهة توفي بسببها 5 أشخاص. لقناة دجلة، خالد جاسم، دهوك.